زيارة فرنسا إلى زيارات في دول عدة، يعني مثلا في واشنطن أنا رحت في بداية يعني في بداية دورتي، وكان أيضا الاستقبال يليق بسلطة تشريعية في دول أخرى وباسم العراق وباسم العراق، وأيضا زرت الدول العربية، زرت دول أوروبية. الآن فرنسا أكثر انفتاحا على العراق. طيب. اثنين، العراق نظامه برلماني، هذا لا يعني أنه أنا الحلبوسي اليوم رئيس برلمان أنه أنا الرئيس الأول بالعراق، هذا ما له علاقة بهذا الحديث. ولكن الدول الطامحة إلى التعاون أكثر من العراق يحتاج لها إلى جهود متوازية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. التنفيذية تطرح المبادرة يعني تعدل الاتفاقيات، بالتالي تصويتها راح يروح إلى مجلس النواب. فالدول الآن فهمت أنه المعادلة تحتاج أن تكون لها بوابات مع المؤسسات الرسمية العراقية لزيادة التعاون، سواء كان تعاون سياسي، سواء كان تعاون اقتصادي، تعاون استثماري إلى آخره. الثانية، هم دول تطلع على السيرة الذاتية أو لجهد فلان ومدى مقبوليته في شارعه، مدى مقبوليته في وضعه، مدى مقبوليته في دولته، مدى دوره، فهو تكريم للعراق مو تكريم للشخص. من يتعامل مع رئيس السلطة التشريعية ممثل الشعب هو تكريم للشعب العراقي، وإذا تشوفه بشكل واضح أنه في قبة مجلس النواب الممثل الرسمي للشعب الفرنسي جرى ترحيب لرئيس مجلس النواب ونواب الشعب العراقي، بالتالي هي رسالة للشعب عبر ممثله.